بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في هذا الفيديو راح أبين كيفية استخدام البرو انجينير من أجل عمل قالب أو انكلوجر فور بي سي بي ديزاين. الآن طبعا في عندي عملية الانتر اكشن ما بين الاي كات سوفت وير، نيملي اللي هو البروتيوس انفايرمنت، وراح استخدم الليتست فيرجن منه والبرو انجينير وايلد فاير 4. الان ننتقل ان شاء الله الى بيئة البروتيوس. طبعا اللي شايفينه امامنا هي عبارة عن اكزامبل موجود في الاكزامبل فولدر بالنسبة للبروتيوس، طبعا وهذا لتوفير الوقت. الان راح نطلع احنا على ال 3D shape، أيوة أمامنا زي ما احنا شايفين. الآن الغرض إنه من نعمل انكلوجر لهذا البي سي بي، فلذلك إن شاء الله راح نستفيد من الفيتشرز اللي تم إضافتها في البروتيس انفايرومنت من أجل عملية الانتجريشن مع الكات كام سوفت وير. من الأوتبوت منيو بختار اللي هي الاي دي اف أوتبوت، طبعا بسمي البورد وحطه الآن في الـ destination folder في المكان المناسب. بختار طبعا الـ layers اللي أنا بدي أعملها export وبعملها generate. الآن هذا الفايل تم عملية الـ generation اللي راح نطلع على الـ result بالنسبة للـ generated files فيما بعد إن شاء الله رب العالمين. الآن بالنسبة للـ IDF تكنولوجي اللي هي الاي دي اف، عباره عن اختصار ستاندز فور اللي هي انترميديت داتا فورمات. طبعا يتم استخدام الانترميديت داتا فورمات او ما يعرف باختصار بالاي دي اف من اجل عمليه الاكسبورت بالنسبه للاي كاد ديزاين وعمليه الاستفاده منه في برامج الكاد كام. يعني من احد البينيفيتس اللي ممكن احنا نستفيد منها اللي هو استخدامه أساس أن نعمل انكلوجر أو نعمل الانتجريشن مع السيستم اللي هي ديزاين ستيبس. طبعا الأصل في هذه العملية أنها تكون عملية متبادلة، يعني بشيء يعني أوضح، يعني الأصل أنه الإي كاد سوفت وير أنه يقبل يعني يعمل امبورت واكسبورت بالنسبة للاي دي اف فايل فورمات، أو انه على الاقل انه يعمل اللي هي الاوتبوت فور ان اي دي اف فايل باكج. طبعا بالنسبه للبروتيوس اللي هو حاليا بيدعم فقط عمليه الاكسبورت، ما بيدعمش عمليه الامبورت، وهي عباره عن يعني للاسف شيء غير جيد بالنسبه للبروتيوس انفايرمنت، لكن قد يكون بالنسبه للديفلوبرز لهم توجه اخر بخلاف اللي احنا بنحتاجه هون. لكن بإمكاننا إحنا نستخدم اللي هي other software programs such as circuit work، أو إن نستخدم circuit maker أو أي ECAD software بدعم ال IDF file import and export. طبعا عملية ال export اللي هي إحنا راح تريحنا من عملية اني ارسم البوردر بالنسبة للبي سي بي، او اني احط اللي هي الميكانيكال كومبوننتس او الالكتريكال كومبوننتس. طبعا الاصل في عملية المانيفاكتشرينج انه يكون في عندي يعني تيم كامل متعدد التخصصات، فالأصل مثلا في هذا البورد إنه يقوم مهندس الكهرباء أو الإلكترونيات بعملية التصميم له، وتم الاستفادة من هذا التصميم أو نتائجه في يعني المراحل التي تتبع مراحل التصميم الإلكتروني، بحيث إنه يعني يستفيد منها اللي هو المهندس الصناعي أو المهندس الميكانيك. الآن حتى لا أطيل في الكلام، إن شاء الله بدنا نتحول للبرو انجينير. بدي أقوم
عملية open بالنسبة للفايل. طبعا راح اختار الان هي net apart، هي عبارة عن ال EMI files، اللي هي عبارة عن ال results اللي حصلنا عليها من ال IDF file format. هي عبارة عن ECAD IDF، عبارة عن ECAD IDF زي ما احنا شايفين هون، عبارة عن ECAD IDF. فراح الآن أضغط عليها، أعمل الآن open. طبعا هون عندنا اللي هو الفايل. طبعا احنا بإمكاننا إن نعمل له explore وننظر للكونتنتس اللي فيها، لكن هذا الحديث يعني ممكن يكون يعني مناسب في مكان آخر وقت آخر. الآن أنا بدي أستدعي as an assembly وانكلود الايكاد امبورت دايلوج وبدي اعمل له اوكي. طبعا يعني في بعض الاشياء هون إن حسب الدايلوج الموجود عندنا، لكن بدنا نتابع الموضوع على اساس انه على الاقل نحصل على صوره جيده عن الموضوع. زي ما شفنا هون صار في عندي اللي هي امتلأت الليستة موجودة عندي هون بالنسبة لي الاسمبلي، وهي عندي هالكومبوننتس. الآن بإمكاني الآن أعمل assignment بالنسبة لي colors أساس إنه أضيف عليه يعني ألوان إنها تعطيه شيء مميز بالنسبة للسيرفيسز أو الكومبوننتس. طبعا هون أنت بده يكون عندك interaction مع ECAD library، لكن إحنا هون بالنسبة للبروتيس لما بيعمل export بالنسبة لل IDF فايل فورمات بعطيني عبارة عن بوكسز. الآن بالنسبة للسيرفيسز أو الآن راح أختار اللي هي الكومبوننتس تو أساين، كومبوننتس تو أساين الكلر. فراح أختار الآن اللي هون أعطيه اللون الأخضر وأعمل له أبلاي زي ما إحنا شايفين هون. طبعا بإمكانك أنت الآن تغير الألوان، وهي عبارة عن شيء فقط للتوضيح وليس شيء مهم جدا. الآن بعد هاي المرحلة بتقوم بعملية التسييف إله as an assembly، وتقوم طبعا يعني باستدعائه أو تعمل اللي هي new part. let's say إنها عبارة عن ال cover one. طبعا راح أخذ اللي هي التمبلت اللي أنا اشتغلت فيها من البداية. الآن قبل ما يعني الآن أنا مثلا بدي أعتمد على هذا البي سي بي في بناء الكفر، لذلك أنا راح أختار إشي اسمه insert اللي هي share data from file. طبعا الآن الإكستنشنز اللي هو بدعمها اللي هي عبارة عن الـ IGES format. أنا سبق وعملت له عملية الـ export. طبعا الـ IGES إحنا عرفنا له عبارة عن standard سبق وإن تعاملنا معاه، فباجي بعمل file save a copy وبسميها مثلا assembly 2 as an IGES وبعمل OK. طبعا الآن بالنسبة لي الـ export file بعمله as a solid، بعمله OK. بعمل الآن generation، صارت عندي الآن النسخة منه موجودة. بتحول الآن إلى اللي هي cover underscore 1 وبعمل الآن اللي هي insert بالنسبة لل share data from file، وبختار اللي هي therm اللي هي assembly 2. ولاحظ هون انها يعني بطلع لنا الديالوج. هاي بالنسبة لي اللي هي عملية اللوكيشننج، هاي الآن واضحة أمامي. ثم الآن بقوم بعملية اللي هي الاكسترود، بحدد عفوا البليسمنت، بعمل له ديفاين طبعا، وببلش يعني اشتغل عملية اللي هي ديزاين العادي في البرو انجينير. الآن حتى يعني الآن نختصر الوقت، أنا سبق يعني عملت يعني هذا الشغل قبل ما أسجل هذا الفيديو، لذلك احنا الآن راح نتطلع على اللي هي results اللي عندي. الآن هون عندي اللي هو البورد، وفي عندي هون الآن اللي هي الكفر اللي هي اللي أنا شغال عليه من فوق، وفي عندي أيضا دعم الآن open